هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يشكل علي كيف يكون خلق الله لآدم بيديه تكريما له، مع أن الله تعالى قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فظاهر الآية أنه خلق كل الأنعام بيديه وليس آدم فقط. كذاب السائل هذا، كذاب. الله ما قال خلقنا الأنعام بيدي، ما قال الله خلقت الأنعام بيدي، وإنما قال بأيدينا. أما آدم قال خلقت بيدي، هذا خاص بآدم، ففي فرق بين أيدينا وبين يدي. يجب على السائل أن يكون يفهم، ما يكون كذا يسوي بين المختلفات. نعم.